على الحملة الانتخابية انتخابات المجلس المحلية 24 ديسمبر 2023. نبدأ بالمترشح الأول محمد حمدي عن الدير الانتخابية عماد التواد الليل ولاية منوبة. سي محمد تقدمنا روحك وبرنامجك الانتخابي. مشكور خويا، مرحبا بالناس الكل، تحية إلى كل الفريق العامل بإذاعة شمس فام وإلى كل المستمعين. بداية أنا محمد بن عمار محمدي، مش الحمدي نطلح لك. عمري 43 سنة، موظف بمؤسسة مالية. أنا مترشح عن عمادة واد الليل من معتمدية واد الليل ولاية منوبة. بداية أنا ترشحت لانتخابات المجالس المحلية بعد دراسة عامة للواقع الذي نعيشه بمنطقتنا وبعد تشخيص كامل الوضعية الراهنة بصفتي ابن المنطقة منذ ولاية ومطلع على جميع النقائص. ترشحت إيمانا مني أننا معا قادرين على تغيير وتحسين وضعنا في هذه العمادة، عمادة واد الليل العزيزة على قلوبنا، إلى ما هو أحسن. لذلك كان شعاري معا من أجل واد الليل أفضل. معا من أجل واد الليل أفضل، أي لا مفر من العمل التشاركي على أساس الحوار وتبادل الآراء من أجل بناء مجتمع متماسك مبني على الشفافية والتواصل. ترشحت على هذه العمادة عمادة واد الليل ببرنامج طموح فيه محاور أساسية تتفرع عنها عدة مقترحات للإصلاح والبناء من أجل تعايش سليم وتفاعل إيجابي. ترشحت لهذه الانتخابات لأكون صوت منطقتي وممثلها، وسأعمل على ترسيخ مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وسأعمل كذلك على تشجيع المبادرات الشبابية، كما ستكون من أولوياتنا تشريك المرأة. المرأة هذه الثروة في بلادنا التي يجب تشريكها في أخذ القرار وفي التنفيذ كذلك. معا سنعمل على تنمية الموارد البشرية لإيماني الراسخ بضرورة بناء البشر قبل الحجر في كل المجالات، لعل أهمها المجال الصحي. نذكر على سبيل المثال المركز الوسيط للصحة، وكذلك العمل على دعم الصحة المدرسية، كذلك العمل في مجال الثقافة والتعليم، وعلى سبيل المثال تفعيل دور الشباب والثقافة والمكتبة العمومية إلى ما غير ذلك، وكذلك المجال البيئي، وكنا نعرف الإشكاليات في المجال البيئي في منطقتنا وفي عمادتنا. مجال الرياضة كذلك، حيث تفتقر هذه المنطقة إلى ما يدين الرياضة. نذكر على سبيل المثال عنا جمعية واحدة فيها كرة قدم فقط لا غير، معناش فروع أخرى لا سباحة ولا كرة يد، والمنطقة متاعنا تعج بالمواهب وتعج بالقدرات. سنعمل كذلك على إلاء المشاريع التنموية والاستثمارية في منطقتنا الأهمية القصوى، مثل إعادة النظر في مثال التهي العمراني، هذا الملف الحارق منذ سنين في هذه المنطقة وفي هذه العمادة، وطرح ملف التسوية العقارية على طاولة المفاوضات، والاعتناء بالناحية الجمالية وتقديم مقترحات من أجل حركة مرور أكثر انسيابية تلافيا لما تخلفه من تعطيل وحوادث وخسائر مادية وبشرية للأسف. وسيكون شغلنا الشاغل إيجاد حل جذري لحركة النقل العمومي التي باتت من أكثر المشاغل التي تؤرق المواطنين في عمادتنا. وآخر محور في برنامجنا يخص الإدارة والأمن. انتهى الوقت، مازلت 8 ثواني. معا من أجل إدارة قريبة من متسكني منطقتنا العزيزة، وذلك باقتراح إنشاء مكتب خدمات يضم مختلف الإدارات الحيوية مجمعة لتقريب الخدمات من أهالينا. شكرا جزيلا محمد محمدي عن الدير الانتخابية عمادة واد الليل ولاية منوبة. إطار الحملة الانتخابية انتخابات المجلس المحلية 24 ديسمبر 2023.